أما بالنسبة للناس اللي يغتنموا الفرص الحزينة مثل هذه ويسموا في الأوضاع ويحاولوا يفرقوا بين الجيش والشعب بين الشعب والدولة، أقول لهم فقط أن المواطنين الشرفاء هما اللي ساعدوا مصالح الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين، ولحد اليوم لحد الآن أنا أتكلم فيكم في 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفلة، 3 في المدية، و4 في عنابة. وانا ماشيين تحريات مستمرة ونجيبوا ان شاء الله العدالة تقوم بالواجب تاعها، انا متأكد منه. وذاك علاش نلح على الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية، ما نجيش اليوم لأن فيه ناس مغردين ولا غير مغردين، تحريات تاع العدالة هي اللي غادي تظهر الحقيقة في الشاب اللي اغتيل في الأربعة نتيرة. ولكن هذه ماهيش خدمة تاع كل أبناء ولاية تيزي وزو ولا كل أبناء الأربعة نتيرة، ما نستغلش الظرف ونطيح في الفخ نتاع المنظمتين الإرهابيتين اللي يحاولوا يدخلوا من هذا الباب باش يمسوا الوحدة الوطنية. حذاري حذاري حذاري.